اهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم جبت لكم وصفه كريمه الفليفل، كثير لذيذه وطيبه، نوع من انواع المقبلات اللذيذه جدا جدا. وصفه صحيه 100%. بتمنى تضلوا معي بالفيديو للاخير لنتابع كل التفاصيل مع بعض. هوني انا عم اكلها مع بسكويت الشوفان المالح، راح اترك لكم رابط هالوصفه بصندوق الوصف، لازم تجربوهم سوا. وصفة لذيذة جدا جدا، وصفة راح تشبعكم جدا جدا اذا عم تعملوا دايت او مخففين من الاكل. احنا بتابع الفيديو راح نحتاج فنجان من الجبنة الكريمة، كمان راح اترك لكم الرابط تبع الوصفة بصندوق الوصف. وصفة كثير سهلة وموجودة على قناتي، بتمنى انكم تشوفوا صندوق الوصف. ورح نحتاج لفنجان من الفلافل اللي مقسمة مكعبات، فنجان من البقدونس اللي مقطع، شفتوا انه قوامها سائل فيكن تزيدوا جبن كريمة، وفنجان من البصل الاخضر اللي مقطع. راح نضيف كمان 3 سنان من الثوم المهروس وملعقة صغيرة من الملح، تقريبا ملعقتين طعام من زيت الزيتون، قليل من الفلفل الأسود، عصير ليموني كاملة. فيكن تضيفولن ملعقة طعام من المايونيز، بس طبعا أنا عم ساوي الوصفة صحية 100% فما ضفتلها مايونيز. رح نسكر الخلاط ونهرسهم بشكل جيد، وبس هيك وصفتنا صارت جاهزة. صار عنا نوع من أنواع المقبلات الشهية جدا جدا. بتمنى انكم تجربوا الوصفة، واذا اول مرة بتزوروا قناتي ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو. اذا عندكم اي سؤال فيكم تتركوا لي بصندوق الوصف واكيد رح رد عليه. بشوفكم بالفيديو القادم والف صحة وعافية.